عموما يعني تخمن على أساس إيرادات قادمة قد تأتي، نعم، ويجب أن يكون هناك مراعاة لهذا الجانب في بناء على سعر سعر صرف النفط. الدولار. أي سعر صرف الدولار يجب أن يتضمن هامش من العجز المخطط حتى نعم تكون أمام هامش من الحرية النقدية والسعة النقدية في معالجة الأمور والبنود والفقرات في قانون الموازنة. التنبؤات الاقتصادية بأنه الربع الأول الربع الثاني من عام 2023 قد تكون يعني أسعار النفط جيدة عموما من 97 إلى 100 دولار، ولكن بعد النصف الثاني حقيقة الأوراق التنبؤية والتخمينات أيضا لأسعار النفط أيضا ما تبشر، يعني ما تكون مثلا سعر النفط ما يبقى بهذا السعر اللي موجود حاليا واللي هو سعر جيد، فهذا يجب أن يراعى في الموازنة أيضا. أما كم تحديدا السعر النفط حاليا المقدر في الموازنة فهذا ما نقدر نجزم به، لأنه حاليا عند الحكومة هي تخطط. هو عموما الموازنة هو بروسس يبدأ من الشهر الثالث بأوراق تنبؤية اقتصادية فيما يخص التجارة الدولية وسعر النفط إلى آخره، ويضمن أيضا بالشهر آيار شهر السادس أيضا بأنه مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال في العراق والخبراء الاقتصاديين أيضا بهذا الخصوص. راح تكون سياسة جديدة؟ لا، ما أتصور في هذه الموازنة، ما أتصور، لأنه إحنا بدينا من عام 2013 مع التوظيف غير المدروس اللي موجود اللي كان في الدولة العراقية، كان أكو نوعا ما عام 2013 توازن بين الموازنة التشغيلية والاستثمارية، ولكن بعدها بدأت الموازنة التشغيلية تتعاظم على حساب الاستثمارية. مثلا خلال سنة واحدة في عام 2019 وزارة الكهرباء ضاعف عددها، ضاعف عددها بدون مبرر أيضا وبدون قرارات مدروسة، لأن ما كان عندنا سياسة استراتيجية، ما كان عندنا سياسة توظيف صحيحة في هذا الجانب، ولا كان أكو مراعاة الاحتياج، وإنما تستخدم للزبائنية ولقضايا انتخابية وقضايا سياسية، مع التوظيف بأنه حق للمواطن العراقي ولكن استخدامه كان سيء إلى درجة كبيرة، واللي استهدفوا به ناس هم على أساس زبائن ومو على أساس بأنه الكفاءة والقدرة.